الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى يحفظ بيوت المسلمين من كل أذية وسوء وشر، وأن يجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بيوت المسلمين، اللهم آمين. ومن أراد بيوت المسلمين شرا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيره تدميره، أن يجعل الدائرة عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يسلط عليه من يسوءه سوء العذاب، كما عذب رجالا ونساء وذكرانا وبنات، كما عذب نفوسا وأرواحا ومحق أموالا. أسأل الله جل وعلا أن يرسل عليه من يجعله يتعذب في أنفاسه وفي تقلباته، اللهم أمين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا، أسأل الله جل وعلا يصب عليه الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياته كدا كدا. أم ووالدة حفظها الله جل وعلا من السيدات الطيبات، كانت تسعى في دور الخير وفي الجمعيات الخيرية في الدول العربية، وتسعى في هذا في كل الدول، وحرصت منذ صغرها على أن تكون بفضل الله تعالى من الراسخات الثابتات، وأن تنمي وتربي أبنائها تربية سليمة صحيحة في أوروبا، واجتهدت في التجارة، فكان لها بفضل تعالى ما يغنيها عن السؤال، كان لها بفضل عز وجل البيوت والأموال، مما جعلها بفضل عز وجل محلات تجارية وشقق في أوروبا وفي غيرها من الدول العربية. ولكن حسد الحاسد ومكر الماكر وغدر الغادر وسحر الساحر لا يقف، إذا يعني غلف القلب بالحسد والعياذ بالله، فالله المستعان. صلى الله جل وعلا يحفظنا بحفظه. يعني بدأت لا تعرف للسعادة طريقا، والسعادة كذلك لا تعرف لها طريقا، أصبحت تعذب تقول لي لا أريد مال ولا شيء، فقط أريد السعادة، أريد الراحة، أريد الصحة والعافية والاطمئنان، أخاف الآن فقط على أبنائي، ضاعت حياتي وضاع عمري ولم أتمتع، فأخشى على أبنائي. كلمات تجعل القلب السليم يدمع صراحة، لأنه يرى بعين الحال بعين الواقع من هم أمامه، كيف يعانون، وكيف يعني هذا الابتلاء الحاصل عليهم. يعني عندهم من النعم ما عندهم فضل عز وجل، لكن لا يتنعمون بها، والنعم تتفلت من بين أيديهم صباحا مساء، ولا يستطيعون أن يوقفوا هذا التفلت، ولا يستطيعوا أن يوقفوا هذه الأذية وهذا السحر العظيم، ولا يعرفون خطره من أين أتى. فالله جل وعلا ساق لهم بفضل الله تعالى، ساق لهم. أنا أقولها دائما للعبرة، الله عندما يراك تدعوه ييسر لك أسبابا، كيف هي تدعو ربها سبحانه وتعالى ويقول ابنها أنه كان هذا المكان يطأه منذ سنوات في أوروبا، مع أن البيت جيد وجميل، ولكن كان كأنه يسمع صوتا ولا يلتفت إليه. ففي يوم كانت تنظف البيت، فإذا بها تقع يدها على، نحن نقول مثلا هذا الزليج، هذا الرخام أو شيء، يعني كأن فيه يعني فقط يعني كأنه موضوع وغير مثبت على الأرض، مما يدعو للريب وللشك، وهي تعاني. فالله الذي وفقها أن تقف على السحر وعلى مكانه، من وفقها؟ إنه ربها سبحانه وتعالى الذي يسمع كلامها، يسمع نجواها، مجيب دعوة المضطر سبحانه جل في علاه، ولأنها تقدم خيرا للناس، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، يا عباد الله، أن تقدموا للناس خير، الله يقدم لكم خير سبحانه جل في علاه. فإذا بها تكشف الغطاء، هذا الغطاء تكشفه، فإذا بها تكشف وترى بعين الحقيقة ما نرى الآن، هذه رجل حقيقية، هذه رجل حقيقية لحيوان. انظروا كيف يعثرون على هذه المجسدات، وكيف يعثرون على هذه الآثار، انظروا إلى آثار العظم، هذا حقيقي، انظروا إلى وضره وجلده، انظر إلى شعره كيف هو، وأظافره كيف هي، انظروا. هذه كانت مثبتة تحت الأرض، وهي حقيقية، ليست يعني من صنع الخيال. كيف يأتون بهذه الحيوانات، وكيف يعذبونها ويستأصلون أطرافها وأجزاءها، وكيف يسحرون، وكيف وصلوا إلى قعر البيت، إلى قعر البيت ودفنوا فيه، كيف هذا الحرص الشديد على أن يصلوا أذية وشر. ثم تبدأ الأموال تتفلت، وتبدأ الزوجية يتفلت، والأبناء يتفلتون، والصحة كذلك، وتأتي الهموم والغموم والأحزان والآلام. طيب، الذي أرشدها إلى هذا المكان إنه الله، إن الله سيبطله،
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله عز وجل يذب عن عباده يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله ينصر خلقه وينصر عبده الضعفاء من عباده سبحانه. كلما لجأت إلى الله وظهرت فاقتك وقلتك وضعفك إلا ونصرك الله عز وجل. أليس الله بكاف عباده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فاثبتوا يا عباد الله واسألوا الله عز وجل ألحوا عليه في الدعاء. نعم والله، إن للدعاء الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح، الدعاء سلاح، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا توقفوا أمر الدعاء ولا تستهينوا بأمر الدعاء. إن الدعاء سبحان الله يرفع أقواما، يرفعهم ويعزهم ويغنيهم. انظروا كيف حصلوا هذا، كيف صاحروا هذه السيدة، وكيف حصل هذا السحر، وكيف تم استخراجه بالتوكل على الله والدعاء إلى الله عز وجل. طيب، فلما أسمع من هذه السيدة أقف على حقائق غريبة عجيبة، وفي الرقية حقائق غريبة عجيبة، وتستشف وتضع يدك على الجرح أن للبيت حال غريب وأن للأسرة حال غريب، مما جعل أن كل واحد يأتي بفضل الله عز وجل للعلاج كي ينقذ نفسه وينقذ يعني راحته وسكينته وماله، أن تتفلت من بين أيديه أو من يديه ولا يشعر. فلا بد من حرص أحبابي وإخواني، لا بد بكثير من الدعاء في هذا الزمان. لا بد في كل سجدة أن تسأل الله تعالى يقضي شر الأشرار وكيد الفجار، شر الحاسدين والساحرين في هذا الزمان، لأنك لا تعلم حالهم ولكن الله تعالى يعلمهم، لا تعلم مكانهم لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم. هناك من النفوس من ساءت وفسدت ولا تريد إلا سوءا وشرا لخلق الله عز وجل، كلما رأت نعمة إلا وتمنى أن تزهل أو تكون لها، أن تتغير وأن توجه، تحارب ربها وهي لا تشعر. من النفوس من تحارب ربها، تقول لماذا هو يحبى بهذا ولماذا هي تعطى كذا، لماذا لا يكون لي أنا وحدي كذا، وهذا حرب مع الله، حرب مع الله عز وجل. ولكن الجاهل يفهم والجاهل كذلك تفهم. فلا بد من الرضا، ومن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. أن نسأل الله عز وجل أن يمد إخواننا وأخوات لنا في ظهر الغيب بالخير العميم بالأجر الكبير، وكذلك الله عز وجل سوف يعطينا بفضل سبحانه وتعالى، لأن ما قدر وما كان سيكون بفضل الله تعالى ومرؤات آت بوعد الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى مواسع فضله وعطائه، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، ويحفظنا وأن يحفظ بيوتنا وأزواجنا وسائر بيوت المسلمين وأزواج المسلمين والمسلمات. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.